طبعا احنا متفقين انه الارقام تقول زي ما هي عايزه يعني، واحنا متفقين برضو انه كفه الاهلي هي الارجح بكل المقاييس، لكن ده شيء، والماتش اللي من 90 دقيقه اللي هيتلعب يوم السبت شيء تاني خالص. وقلنا انه كره القدم هي لعبه المفاجات، يعني مفيش مواجهه بتتحسم فيها بالورقه والقلم، مفيش فريق كان منتخب او كان نادي يحسم بطوله لانه الافضل فنيا او الافضل تهديفيا او انه عنده الخبرات او انه عنده رصيد او انه عنده شعبيه او انه عنده جماهيريه، والا ما كانش تشيلسي ياخد تشامبيونز ليج اوروبا على حساب السيتي، والا ما كانتش سويسرا طلعت فرنسا من بطوله اليورو، والا والا والا، قول زي ما انت عايز. فاحنا بس بنقرا مع حضراتكم كايزر تشيفز. وانا يمكن بس بعيدا كمان عن الارقام، حابب كده اعمل مقارنه شويه مع الحاله اللي عاشها جنوب افريقيا بسبب وصول كايزر تشيفز لنهائي دوري ابطال افريقيا، والحاله اللي عايشينها هنا في مصر. بس بعد ما اروح للمغرب بقى، زميلنا من هناك كريم احمد يطمنا على الرحله، رحله اعتقد الى حد كبير كانت طويله، يعني 5 ساعات وشويه في الطياره وساعه الا شويه برضو بالباص عشان يوصلوا مقر الاقامه، فبالتاكيد رحله كانت مرهقه. نطمن كمان على اول ايام فرقتنا في المغرب، مقر الاقامه، الاجواء الاحترازيه، الاجراءات الاحترازيه، حاله ملعب التدريب. خلينا نروح لكريم احمد زميلنا من المغرب، يدينا صوره عن اول ايام فرقتنا ان شاء الله وفي تحضيرها واستعدادها لمواجهه كايزر تشيفز. كريم مساء الخير واهلا بيك. مساء الخير عليك زميلي العزيز احمد، كل التحيه ليك ولكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. يعني هبدا معاك طبعا بالحديث اللي انت بتاكد عليه طبعا، وهي مباراه كايزر تشيفز. التاريخ طبعا معروف على النادي الاهلي وقيمته الكبيره، لكن كل الامور دي واصله لعيبه النادي الاهلي بشكل كبير جدا، بدايه من مجلس اداره النادي الاهلي لكل اللعيبه. 90 دقيقه لا حسابات خاصه ولا يمكن امور عديده مع بيتسو سيمانيا ومع كل اللاعبين، عارفين اهميه المباراه وعارفين اهميه المرحله وعارفين ان يمكن فريق كايزر تشيفز اول مره في تاريخه الحقيقه يوصل لهذه المرحله، فعنده دوافع كبيره جدا ممكن مركز بشكل كبير، لكن احنا تركيزنا اقوى. الحلم الكبير اللي منتظره جمهور النادي الاهلي ده يمكن حاطط عبء كبير جدا على اللعيبه، وان شاء الله كل ده يكون مترجم في 90 دقيقه ان شاء الله باذن الله يكون من نصيب النادي الاهلي يوم السبت 8 مساء بتوقيت كازابلانكا، 9 مساء بتوقيت القاهره، ويا رب ان شاء الله عقب ال 90 دقيقه ما نوصلش بقى لاكسترا تايم ولا نوصل اي امور طبعا يعني ما بنتمناهاش، ان شاء الله تنتهي 90 دقيقه ويكون النادي الاهلي حامل اللقب ومدافع عن اللقب والبطوله العشر ان شاء الله يكون في دولاب بطولات النادي الاهلي. الحقيقه النهارده طبعا يعني نقدر نقول اليوم الاول واليوم الفعلي والتحضير الفعلي. كريم ممكن تكلمني على رحله امبارح اكتر، يعني نبتدي بالرحله من بدايه من مغادره المطار، رحله كانت طويله 5 ساعات، الكلام اللي كان بيدور بين اللعيبه وبين بعض، الحاله اللي عاشتها الفرقه في اثناء الرحله الطويله دي، عايز اعرف تفاصيلها كده، هتدينا انطباعات وتدينا رسائل مهمه. يعني نقدر نقول في البدايه توفير طياره خاصه، وجود مجلس اداره النادي الاهلي وكل الترتيبات الهامه جدا، ده امر مهم وامر مفيد جدا الحقيقه طبعا. يعني مجلس الاداره بيحاول يوفر مناخ طيب ورائع ومميز جدا لكل اللاعبين. يعني كالعاده طبعا طائرتنا كانت 4 مساء طبعا بتوقيت القاهره، 5 ساعات و10 دقائق وصلنا مباشره الى مطار كازابلانكا. وجود طبعا مندوبي السفاره ومسؤولي السفاره، لان يمكن السفير اشرف يمكن عنده حاله وفاه، واكيد طبعا من خلالك بنقول له البقاء لله، والحقيقه طبعا يمكن هو من الشخصيات المميزه جدا، وعلى طول كان في اتصال مستمر مع الكابتن سيد الحفيظ، الكابتن محمود الخطيب، مجلس الاداره بيها الكامل، وده امر كان مهم جدا طبعا يكون في تنسيق اداري على اعلى مستوى. مجرد طبعا وصلنا الى فندق الاقامه، الفندق المعتاد اللي يمكن بيتواجد عليه النادي الاهلي، الامور الاداريه زميلي احمد بتكون مهمه جدا وبتكون ليها ترتيبات هامه جدا لكل اللاعبين، والامر ده الحقيقه يعني متروك للكابتن سيد الكابتن سمير عدلي، الحقيقه يعني شعله النشاط، ويمكن زي ما بيلقب بعميد اداريين العالم كابتن سمير عدلي، واحد من القامات الاداريه الكبيره جدا. الامور دي كانت هامه جدا لكل اللاعبين والجهاز الفني، والحقيقه الفندق طيب والامور طيبه جدا حتى هذه اللحظه في فندق الاقامه. بنامل ان شاء الله مع مرور الايام حتى يوم السبت ان شاء الله باذن الله كل الامور دي كلها مردود كبير جدا مع فريق النادي الاهلي. عقب الوصول مباشره يمكن وصلنا في ساعه متاخره، يعني نقدر نقول 9 و10 مساء طبعا بتوقيت المغرب. انت عارف الحظر هنا زميلي احمد بيبدا من 11 حتى الرابعه فجرا، ما كانش في طبعا اي تواجد بالنسبه للشعب طبعا او يمكن كل المحبين للنادي الاهلي سواء جمهور الرجاء جمهور الوداد، لكن عندنا امل بقى ان احنا النهارده نشوفهم من خلال تحركنا الى ملعب التدريب ملعب كهرباء الدار البيضاء النهارده، اللي ان شاء الله النادي الاهلي يخوض عليه اول التدريبات النهارده. يمكن كمان اليوم الاعتيادي والخاص بفريق النادي الاهلي بالنسبه لوجبات الفطار الغداء، لكن الامر اللي كان مهم جدا الحقيقه طبعا هو وصول السفير اشرف ابراهيم طبعا لفندق الاقامه للاطمئنان على بعثه الفريق، حديثه مع الكابتن محمود الخطيب اللي يمكن اكيد طبعا زي ما اكدت لك وجه له طبعا خالص التعازي، تواجد المعالي وزير العام فاروق، نائب رئيس مجلس اداره
النادي الاهلي وزير رياضه الاسبق دكتور محمد السراج، الاستاذ خالد رندالي، الاستاذ خالد مرتجي. الحقيقه كل مجلس الاداره كان برفقه السفير طبعا اشرف ابراهيم. الترتيبات كالعاده طبعا بالنسبه للتنقلات، التامين هيكون عامل ازاي بالنسبه للايام دي، حتى موعد المباراه، ملعب التدريب، الامور دي الحمد لله منسقه بشكل طيب وجيد جدا بالنسبه لفريق النادي الاهلي. الجانب الاداري، الجانب الفني بقى النهارده كمان منتظرين. لا خليني اسالك بس حاجه في الاول، حاجه كمان كريم في نفس موعد المباراه في رحله مستر موسيماني كان بيعمل ايه اثناء يعني تكلمي على 6 ساعات بدايه من اللحظه اللي اتحركت فيها من القاهره لغايه لما وصلت الفندق والاقامه في المغرب. مستر موسيماني في الفتره دي كان بيتكلم في المباراه، بيتكلم على كايزر تشيفز، ولا كان في يعني فاصل تماما عن الحدث، او ما فتحش سيره اللقاء من قريب او من بعيد؟ يمكن لا بالتاكيد لا، يعني لا صوت يعلو طبعا على صوت المباراه والتحضير بالنسبه للمباراه. التعليمات واضحه جدا لكل اللعيبه، كل اللعيبه بتتابع، ويمكن في بعض طبعا الهايلايتس الخاصه بفريق كايزر تشيفز موزع على فريق النادي الاهلي وعلى اللاعبين، ويمكن المباراه كمان الاخيره اللي بيتابعها كل اللاعبين. يمكن اكدت النقطه دي زميلي احمد اكتر مره في الطائره، كل لعيب تلاقيه ماسك اللابتوب بيتابع وبيتفرج، بيشوف اللي يمكن الاخطاء اللي غلط فيها ايه في المباراه الاخيره. المباراه الاخيره طبعا بالنسبه لبطوله الدوري العام وايضا كمان في دوري ابطال افريقيا. موسيماني الحقيقه يمكن عامل مجهود كبير جدا بالنسبه للتحضير، بيجي له كمان حاجات من جنوب افريقيا، موسى كمان طبعا، موسى ايضا كمان، ويوشا محلل الاداء اللي بيقوموا بدور كبير جدا في تحضير كامل. يمكن على مدار الست ساعات يمكن هي الرحله استغرقت 5 ساعات و10 دقائق، لكن الكل محضر والكل مجهز. النهارده كمان زي ما بقول لك زميلي احمد منتظرين عقب انتهاء المحاضره هنشوف في الملعب بيتسو موسيماني مأكد على ايه، هيأكد على لعيبة ازاي هنقدر ان احنا نتخطى هذه المباراة. عندهم اطوال وعندهم سرعات فريق كايزر تشيفز، لكن بأكد لك قراءات مستر بيتسو موسيماني الحقيقة الفنية الرائعة اللي احنا شفناها الايام الماضية في بطولة الدوري العام، مديانا ان شاء الله حافز وامل كبير ان كمان تكون القراءة دي اكثر من رائعة، سواء قبل المباراة وايضا على مدار التسعين دقيقة. الامور طيبة جدا زميلي احمد، بس بنتمنى ان احنا نشوف تدريب النهاردة، نشوف حالة اللاعبين الامور ازاي، لكن المعنويات مرتفعة والتركيز باين والحماس موجود لكل لعيبة النادي الاهلي، وده شايفينه لعيبه بتتحرك فندق الاقامه. الاجراءات الاحترازيه هنا مشدده جدا طبعا كالعاده، انت عارف زميلي احمد احنا فريد زون طبعا، يمكن منطقه المغرب طبعا وكازابلانكا تحديدا يعني فيها طبعا حالات الكورونا عديده، لكن يا رب يحفظ ان شاء الله كل لعيبه النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي ملتزمه التزام كبير جدا مع كمان الجهاز الطبي برئاسه الدكتور احمد ابو عبله طبعا رئيس الجهاز الطبي للنادي الاهلي، اللي يمكن بياكد في كل مره طبعا على الاجراءات الاحترازيه المشدده، وده امر مهم جدا. بنتمنى ان شاء الله باذن الله ربنا يحافظ بس على لعيبه النادي الاهلي خلال الايام القادمه، ويا رب ان شاء الله باذن الله البطوله العاشره تكون في دولة بطولات النادي الاهلي. مستوى الاهتمام والمتابعه في المغرب بلقاء بيجمع بين بطلي مصر وجنوب افريقيا، كريم تكلمني كده عن الجماهير، وسائل الاعلام المغربيه ازاي بتبص او بتتابع المباراه؟ الحقيقه في دعم كبير جدا هنا من اشقائنا طبعا في المغرب بشكل عام، وجمهوري طبعا الرجاء والوداد، في دعم كبير ومسانده كبيره جدا بقيمه النادي الاهلي الكبيره. كل ما بنقابل حد الحقيقه يقول لك ان شاء الله تفوزوا، بدر بنون يحرز هدف، حسين الشحات يحرز هدف، تساله انت بتشجع يقول لك الرجاء، تساله انت بتشجع يقول لك الوداد. روح طيبه جدا وجميله جدا طبعا بالنسبه لاشقائنا هنا في المغرب، وده مش يمكن مش جديد على تواجدنا هنا، ما بيكونش طرف بالنسبه للمباراه طرف مغربي، الامور كلها بتكون مع النادي الاهلي، وده امر مهم جدا بيساعد اللعيبه بشكل كبير. وسائل الاعلام طبعا لا حديث يعلو عن هذه المباراه، ويمكن الكل متفائل بالنسبه لهذه المباراه بالنسبه للنادي الاهلي، لكن هنا يمكن باكد زميلي احمد في فندق الاقامه وفي المعسكر في تفاؤل، لكن في حرص شديد جدا 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 بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي وبيتسو موسيماني. احترام الخصم ده يمكن على طول بيتسو موسيماني بياكد على هذا الامر، لعيبه كايزر تشيفز عندهم دوافع، شفنا مباراه المقاولين وشفنا المساحات والتضييقات، ممكن نشوف هذا الامر، فيمكن السيناريوهات كثيره جدا وعديده جدا بالنسبه لبيتسو موسيماني. بنامل ان شاء الله باذن الله يقف على التشكيل الامثل، يكون قراءه جيده جدا بالنسبه لكايزر تشيفز، نقاط القوه والضعف كل الامور دي ان شاء الله يكون مميز جدا فيها، ويا رب ان شاء الله باذن الله دعوات كل جمهور النادي الاهلي، يا رب ان شاء الله باذن الله نعود بالبطوله العاشره تكون في دولاب بطولات النادي الاهلي، وكالعاده النادي الاهلي يحافظ على اللقب البطوله العاشره ان شاء الله. زميلي التمرين يبدا 8 صح كريم؟ بالتاكيد 8 طبعا بتوقيت كازابلانكا هو موعد المباراه. الجو يمكن مقبول شويه، في درجه حراره صباحا، لكن في موعد المباراه الحقيقه امس كان الجو رائع، درجه الحراره كانت 24، يمكن كان فيه بروده بسيطه شويه، ده امر ومؤشر مهم جدا. بنعمل يوم السبت يا رب ان شاء الله نفس الطقس ونفس الاجواء ويكون احسن من كده كمان، ويا رب ان شاء الله باذن الله الامور تكون جو كوره يعني جو كوره. طيب عظيم جدا، بشكرك طبعا، شكرا جزيلا زميل عزيز زميل عزيز كريم احمد، كنت معانا من كازابلانكا من المغرب، كل التوفيق طبعا للفرقه اللي هتبدا استعداداتها لمواجهة كايزر تشيفز.